مشاهدي التلفزيون اليوم السابع في كل مكان، اهلا بحضراتكم، معكم السيد فلاح، وبنقل لحضراتكم يعني جمال وروعه كورنيش نمره 6 بمدينه الاسماعيليه. يعتبر واحد من اهم المناطق اللي بتاعت متنفس مهم جدا لاهالي الاسماعيليه. ده يعني كورنيش نمره 6 ومنطقه نمره 6 متنفس للاهالي. الاهالي يعني موجودين بشكل كثيف ودائم في هذا المكان يوميا. بيحصل بقى يعني اللي يعني الناس اللي حاوزه تخسس بتمشي، الناس اللي بتصطاد كمان موجودين هنا على الكورنيش بيصطادوا من هذه البحيره، دي بحيره التمساح المطله على المجرى الملاحي لقناه السويس. بصراحة هيئة قناة السويس هي التي تشرف على هذا المكان، وهي التي تقوم بتجميل هذا المكان بشكل دائم ومستمر، وتقوم دائما برفع كفاءة كورنيش نمرة 6 ومنطقة نمرة 6. ده جزء بسيط جدا من كورنيش وممشى يمتد لعدة كيلوهات في مدينة الإسماعيلية، ويعتبر من أرقى الأماكن اللي موجودة في مدينة الإسماعيلية. ده كورنيش نمرة 6 زي ما حضراتكم شايفين بقى، ادي الكورنيش، ومعظم الأهالي بتصطاد، اللي بيصطاد واللي بيقعد بقى يعني، في ناس طبعا في جناين وحدائق عامة كبيرة جدا بيحصل فيها عملية شوي الأكل. معظم أهالي مدينة الإسماعيلية بيستخدموا الحدائق العامة هنا كمتنفس ليهم. بتلاقي طبعا في حدائق ومسطحات خضراء بشكل كبير، وبيحصل فيها تجمعات بقى للأسر والعائلات، وبيحصل عملية شوي بقى وأكل هنا في منطقة نمرة 6. ده كورنيش الإسماعيلية، ومعظم اللي بيكونوا موجودين على الكورنيش بيمارسوا مهنة صيد السمك. هيئة قناة السويس بتشرف على المكان وترفع من كفاءته باستمرار. يعني معظم الناس اللي موجودة هنا بتمارس عملية الصيد، واللي بيتمشى بقى، وبصراحة أجواء رائعة والجو هنا رائع جدا سواء في الشتاء أو في الصيف. عرف بحضرتك. أنا اسمي أحمد وساكن في مدينة بدر، محافظة القاهرة. يعني انا شايفك انك انت بتصطاد على كورنيش الاسماعيلية، يعني انت وانت مش من اهالي الاسماعيلية، بتحب البلد؟ والله البلد انا بحبها جدا طبعا، وبزورها من سنين طويلة. فالبلد هنا جميلة طبعا، وانا بالنسبة لي دي اقرب مكان ممكن اصطاد فيه من محافظة القاهرة. وطبعا احنا يعني بنلف مصر كلها بنصطاد، بس احنا بنستقرب محافظة الاسماعيلية. قريبة. قريبة جدا، يعني انا بالنسبة لي لما بطلع من البيت لحد هنا ساعة زمن، كأني نازل وسط البلد. تمام، هجيب بس الصورة بتاعت يعني ده التجربة بتصطاد. ده العود، وطبعا بطعم ومرمي في المية. قول لي بقى بتصطاد بإيه بقى يعني؟ احنا بنصطاد بجمبري، بكاليماري، كذا نوع طعم يعني. بس يعني هو لو في سمك بياكل اي حاجه، انت لو حطيت حته عجين في السن وفي سمك مش مكلف يعني اللي انت بتقول، شايف كبده وجمبري وكناري. لا طبعا الموضوع مكلف جدا، الموضوع ادمان يعني، الموضوع مكلف جدا، وممكن تقعد بالايام بتصطاد وما تجيبش سمكيه واحده. الفكره الهدف مش من الصيد ان هو هوايه، مش ان احنا نجيب سمك. بس هو ده الهدف يعني. انت بتصطاد في كل الاماكن في مصر، لكن زي ما انت قلت مفيش مكان ما رحتوش اصطدت منه، ايه افضل الاماكن للصيد يعني؟ والله افضل اماكن الصيد في البحر الاحمر زي الغردقة، زي شرم، الأماكن دي كلها. راس محمد أنت تقول؟ طبعًا لا، راس محمد ممنوع فيها الصيد، لكن طبعًا دي حاجة محمية طبيعية وحاجة جميلة طبعًا. تمام. ممنوع فيها الصيد. بالنسبة لل ركز. بالنسبة طبعًا كل ما تطلع فوق كده بقى في البحر الأحمر كل ما يكون أحسن. تمام، رأيك كيف جو إسماعيلية والهواء والكورنيش الرائع ده؟ إسماعيلية طول عمرها تحس إن هي دولة صغيرة جوه دولة.
اسماعيلية جميلة جميلة طول عمرها، بلد جميلة ونظيفة. وبعدين هي مقفولة على بعض، مقفولة على نفسها اسماعيلية. اسماعيلية بلد جميلة يعني. والحمد لله ان يعني الحمد لله ان الجهاز او المسؤولين قادرين يحافظوا على التراث القديم في اسماعيلية. ده جزء اخر من منطقة نمرة 6 وممشى نمرة 6 بمدينة الاسماعيلية، حاجة تحفة. وكل من يعني نكمل في هذا الطريق تحس يعني تشعر ان انت فعلا في باريس، من جمال وروعة المكان وروعة المسطحات الخضراء، ومجهود كبير بيبذل في رفع كفاءة هذا المكان والحفاظ على جمال هذا المكان. وده كورنيش نمرة 6، عدد كبير من المواطنين والأهالي بيحرصوا على التواجد في هذا المكان لأنه من أرقى الأماكن اللي موجودة في مدينة الإسماعيلية. وزي ما حضراتكم شايفين أشجار ومسطحات خضراء كبيرة في هذا المكان، مكان منطقة نمرة 6 تجمع للعائلات ومن أرقى الأماكن اللي موجودة في إسماعيلية. ما فيش حد يجي إسماعيلية وما يكونش متواجد في هذا المكان أو ما يزورش هذا المكان. ممشى ولا أروع في مدينة الإسماعيلية هذا المكان، والمنظر الساحر مش هتشوفه غير في مدينة الإسماعيلية. جانب آخر من ممشى نمرة 6 وتجمع كبير للعائلات والأسر في هذا المكان. يعني كل ما بيقترب المساء بيزدحم المكان ويصل لإني ما بقاش في مكان لقدر. طبعا بيحصل ازدحام في بعض الأماكن، والجو هنا في إسماعيلية جو رائع جدا جدا. فصل الشتاء اهو حضراتكم شايفين فصل الشتاء بيكون فيه تجمع برضو، ايا كان جو شتاء الصيف مكان رائع جدا والجو جميل جدا بصراحة، ودرجة الحرارة رائعة هنا في مدينة الإسماعيلية. مسطحات خضراء كبيرة في مدينة الإسماعيلية في منطقة نمرة 6 وتجمع كبير جدا للأسر والعائلات. يعني مساحات كبيرة جدا موجودة، وده مكان تجمع كبير للعائلات والأسر هنا في مدينة الإسماعيلية. زي ما حضراتكم شايفين حدائق عامة مفتوحة وتجمع كبير للأسر والعائلات. منطقة نمرة 6 وكورنيش نمرة 6 مطل على بحيرة التمساح، من أروع الأماكن والمتنزهات والمتنفس لأهالي الإسماعيلية، حاجة في منتهى الروعة. مشاهد أوروبية هنا في مدينة الإسماعيلية، مشاهد أوروبية.